قول إذا عجزت المرأة عن طاعة زوجها بسبب عدم هكذا تقول يعني عدم حبها لها ما أدري ماذا تقصد كيف تقول عدم حبها لها تقصد عدم حبه لها أي أول عكس أو حبها له نعم لأنها أخطأت في الكتابة فهل يجوز أن يعني تخالعه وهل يوجد بغض جائز ليس لله أقول أولا نحن نوصي الزوجين بحسن العشرة والصحبة كما نوصيهما بالرفق واللين وأن يغض أحدهما أو يغضي أحدهما عن تقصير صاحبه غير المتعمد الظلم لا يصبر أحد عليه لكن قد يحصل من الرجل كما يحصل من المرأة تقصير في بعض الحقوق فالتسامح مطلوب أما إذا كانت لا تطيق الصبر عليه لأمر من الأمور وتخشى فلتطلب الطلاق كما صنعت جميلة بنت عبد الله بن أبي مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تردين عليه حديقته هي قالت يا رسول الله يعني ذكرت أنها لا تحبه ولا تطيق العشرة معه فقال هل تردين عليه حديقته أعطاها حديقة مهرا قالت نعم قال فطلقها